قصة كفاح الجزائر ألهمت شعوب وحركات التحرر العالمية. كيف يجرؤ هذا الشاعر المغمور الحقير على الاستهزاء بدماء هؤلاء الأشراف؟ دافع الحقير عن الفرنسيين وقال إنهم أذكياء. هذه هي الشاكلة، هذه هي المنطقة، بهذا السبب تقتل وتذبح غزة، لأن هؤلاء كما تكونوا يولى عليكم، هؤلاء السفلة. يعني انتظروا الآن دفاع هذا الحقير عن الصهاينة، إنه نموذج لنا نراهم الآن باستمرار يدافعون عن الصهاينة. يعني لم يقل لنا أن الاستخدام المنهجي للتعذيب كان السمة المميزة تدافع عن فرنسا، قال الفرنسيون أذكياء، كانوا يعذبون الجزائريين، كان الاستهداف كان أمر منهجي ضد جبهة التحرير وضد مؤيديها. قامت منظمات حقوقية مختلفة بتوثيق هذه الانتهاكات، دعت إلى التدخل الدولي. غالبا ما استهدفت الحملات العسكرية الفرنسية المدنيين وبشكل عشوائي ومقصود، تماما كما يفعل الصهاينة اليوم. وكانت التفجيرات والاختفاءات القسرية والإعدامات الجماعية إجراءات شائعة. وطبعا فرضت السلطات الفرنسية رقابة شديدة على الصحافة، قمعت الحريات السياسية، تم قمع الثقافة واللغة والهوية الجزائرية في محاولة لفرض الأعراف الثقافية الفرنسية. واستخدم الفرنسيون أيضا تكتيكات نفسية لإضعاف معنويات الجيش الشعب الجزائري، بما في ذلك يعني وكل شيء كما تماما في الواقع كما يفعل الصهاينة اليوم. قاموا بتصوير مقاتلي جبهة التحرير الوطني على أنهم إرهابيون وقطاع طرق، واتبعوا سياسة فرق تسد لإضعاف الحركة الوطنية كما يفعل الصهاينة الآن. وفي الأخير وقبل أن يغادروا أقاموا تجارب نووية في الجزائر لا تزال تتسبب في وفاة الجزائريين إلى يومنا هذا. وكانت آخر هدية تركها الفرنسيون، تركوا ملايين الألغام قبل أن يرحلوا. وحصدت طبعا أيضا هذه أرواح الآلاف، ساهم الروس في انتزاع الألغام من في الجزائر. استقبلت الجزائر في الواقع منذ أيام كامتنان أحد الضباط الروس الذين ساهموا في انتزاع الألغام التي تركها الفرنسيون. هذه نبذة مصغرة بالكاد تشرح الجريمة النكراء التي ارتكبها الفرنسيون. نعم الجزائر بلد المليون شهيد، نعم الجزائر بلد ملايين الشهداء، هذه حقيقة تاريخية. وأشعر بالعار أنني حتى يعني بصراحة أتحدث عن شاعر مغمور لكي أدافع عن حقيقة ساطعة. شكرا لكم على المشاهدة.